بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يعني أوسم زد، رجعنا لكم مقطع جديد، حلقة جديدة من الألعاب مختلفة، أو لا مو بالألعاب مختلفة، مقاطع مختلفة اللي تختلف عن الألعاب. أعطينا كذا بريك بسيط عن الألعاب ونشغل مخنا بيها. عموما هذا المقطع من قناة غذي ذهنك، قناتهم بالدسكريبشن الله يعطيهم العافية. المقطع هذا عبارة عن 10 ألغاز غامضة تعمل على تنشيط العقل، فراح نشوف في أسئلة منها، في أشياء اختيارات فيها، في ألغاز الغاز، فراح نشوفها ونشيك معكم وإن شاء الله نطلع ونصير ذكية إن شاء الله. خلونا نشوف، ليتس جو. أهلا ومرحبا بكم في قناتنا. سأعرض لكم اليوم في هذا الفيديو 10 ألغاز غامضة عليك التفكير جيدا في حلها، فحل الألغاز يعمل على تنشيط العقل. أوكي. بعد أن تستمع إلى شروط اللغز يمكنك إيقاف الفيديو لفترة قصيرة حتى تفكر جيدا وبهدوء في الحل. حلو. ثم تضغط على زر إعادة التشغيل حتى تستمع إلى حل اللغز الصحيح. المهمة الأولى أجد حرف سي، المهمة الثانية أجد حرف P، المهمة أوكي. الثالثة أجد حرف Y. C B Y C C. أوكي ما راح أجاوب، ها بنتظركم. أوكي بنتظركم. أوكي أهو هذا هو، خلاص قبل ما نجيب العيد يعني ونخسر. حلو جبنا السي الثانية P P. يلا بسم الله B B B B B B. أوكي عرفت وين حلها، بس ما راح أتكلم علشان ما تقدون تحشرون في الكومنتات ريان خلنا نجاوب. أوكي هذا البي. هلو حتى الآن ثنتين من لغزين من أصل 10 جبناها صح. الحين حرف السي أو الإكس إكس إكس. أصبر وش يبغى هو؟ أوه لقيته في آخر لحظة. واي يبغى حرف الواي. هذا هو أوكي هذا هو. حلوين جبنا أول ثلاثة بسرعة الحمد لله في 10 ثواني، والله سريعة مرة. ضع لايك للفيديو، حط لايك شباب، وصلت للحل الصحيح لجميع المهمات في خلال 10 ثوان فقط. والآن ننتقل إلى الألغاز الأخرى. يلا ليتس جو ليتس جو. اللغز الثاني. حلو. تم حبس مجرم في أعلى جزء في البرج والذي يبلغ طوله 50 مترا. يوجد مع المجرم حبل يبلغ طوله 25 مترا فقط. أوكي. فإذا استخدمه في الهبوط لأسفل لمسافة 25 متر ثم قفز إلى الأرض فبالتأكيد لن يبقى على قيد الحياة، لكن في النهاية تمكن المجرم من الهروب وهو على قيد الحياة دون أن يصاب بأي أذى. يوجد مع المجرم أيضا مقص بالإضافة إلى الحبل. السؤال هنا كيف تمكن المجرم من الهروب؟ واو طب هو قال طبعا خلى عادي يمديك توقف تفكر، فلذلك خلونا نفكر. والله اللغز صراحة صعب صراحة. طبعا الأمانة أنا ما شفت المقطع، فللي بيدرعمون يقول ريان ترى كذاب شايف مقطع، والله ما شفته. للي يعني بيشوفون مثلا حلي في البداية سريع العشر ثواني أنا ما شفته حتى هذه، والله ما أعرف. ف 15 ثانية مرة ما تكفي، هو قال عادي يمديك توقف. طيب فكر معي شلون شلون شلون. أنا صراحة حتى الآن ما جاء أي شيء منطقي في بالي. طول الحبل 25، أول شيء هو قاعد في قلعة يبغى ينحاش منها 50 متر طولها، ومع حبل 25 بس، فلو بيربطه وبينزل 25 بيبقى له 25 بيطيح يموت. فإيش الحل؟ مقص نصه بيكثر. فكر 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 صراحة ما أدري، والله ما أدري حرفيا ما أدري. غريب شوية ما أدري أقطع مو بقطع النص، لا أخليه يعني زي الافرقه، ما هذه عباره عن عقد كذا افرقها. لا اوكي لا تفلسف. بس لقيت يشيل ملابسه ولا ما ينفع يشيل ملابسه، يقصصها يخليها على حبل ويكمل يربط الحبل يكمل تقريبا 25 متر زياده او على الاقل 10 متر زياده وما يموت. هذا حلي، هذا اللي يعني اشوفه حتى الان، هذا حلي صراحه. ما عندي اي شيء صراحه ما اعرف. اذا انتم عرفتوا فما شاء الله عليكم، لكن انا صراحه ماشي 25 طول لهذا. خلينا نشوف الحل وشو. هذه هي الإجابة الصحيحة. قطع المجرم الحبل بالمقص إلى نصفه، ولكنه فعل ذلك على طول الحبل. وبهذه كدا. الطريقة حصل المجرم على حبل طوله 50 متر، وبذلك تمكن من الهروب من أعلى. كنت أتوقع كذا بس قلت خلني ساكت. اللغز الثالث. اللي هو أفكر عقد. أيوة. ثلاثة مصابيح كهربائية. حلو. وتوجد مفاتيح هذه المصابيح الكهربائية في غرفة أخرى والتي توجد أنت فيها. أوكي. السؤال هنا كيف ستعرف كل مفتاح يتوافق مع أي مصباح؟ يمكنك النقر على المفتاح بقدر ما تريد، ويمكنك أيضا تركهم في وضع التشغيل. حلو. أو وضع الإيقاف، ولكن حلو. الشرط الأساسي للغز هو أنه يمكنك الدخول إلى غرفة المصابيح مرة واحدة فقط. حلو حلو بس أعرف الحل هذا. أول شيء تخلي واحدة منهم شغالة، واحدة طافية. أوكي واحدة شغالة واحدة طافية. الثانية فلسفة شوية، لكن دام من الحل ذيك مرة يقص الحبل قص نصين وكنت أفكر فيها ولا قلتها للأسف ما حسبت لي صح، بأتوقع أن هذا الحل. أوكي خلي واحدة شغالة
واحده طافيه اوكي، واحده شغاله واحده طافيه، الثانيه وانت داخل الغرفه الثانيه حاط يدك في الغرفه الاولى، فهمت كيف؟ فطف شغل طف شغل طف شغل، تشوف اي واحده هي اوكي ما ادري فهمتوني ولا لا، بس ودي اوضح لكم اكثر، بس ما ادري هذا التوضيح حقي، اتوقع هذا التوضيح حقي صراحه، ما عندي اي فكره ثانيه، ما عندي اي خلفيه ثانيه. واحده شغاله واحده طافيه، الثانيه بيدك مانولي طف شغل طف شغل طف شغل، هذا اللي انا اشوفه الصراحه عشان تفرق بين كل واحده. خلينا نشوف الحل. لحل هذا اللغز انت بحاجه الى تطبيق المنطق، فمن المعروف ان المصباح الكهربائي المضيء يسخن بشده من الحراره، ولهذا فانت بحاجه الى اضاءه احد المصابيح الثلاثه وتتركه لبضع دقائق ثم تطفئه، بعد ذلك تقوم باضاءه مصباح كهربائي اخر، وبعدها تدخل مباشره الى غرفه المصابيح، سوف تجد احد المصابيح ساخنه للغايه والثاني ستجده ما زال دافئا لانك قمت باطفائه منذ فتره، اما الثالث فستجده باردا لانك لم تقم باضاءته صح على الاطلاق. وبهذه الطريقة سوف تتمكن بالتأكيد من معرفة كل مفتاح يتوافق مع أي مصباح كهربائي. يلا كل واحد له حل صراحة. تم القبض على اثنين من اللصوص في مسرح الجريمة أوكي. وتم وضعهما في زنزانات مختلفة، لدى كل منهما خيار، إما الاعتراف أو إنكار كل شيء. عرضت الشرطة عليهما صفقة في السر، إذا اعترف الأول والتزم الثاني الصمت فسيتم إطلاق سراح الأول وسيحكم على الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات، إذا اعترف كلاهما فسيحكم على كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات، وإذا ظلا الاثنين صامتين فسيحكم على كل منهما بالسجن لمدة سنة. السؤال هنا، أي من هذه الاختيارات سيختار اللصوص؟ شوفوا شو آخر شيء قال. والتزم الثاني الصمت فسيتم إطلاق سراح الأول وسيحكم على الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات، إذا اعترف كلاهما فسيحكم على كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات. حلو آخر واحد يسمعها. وإذا ظلا الاثنين صامتين فسيحكم على كل منهما بالسجن لمدة سنة. السؤال هنا أيوة. أي من هذه الاختيارات سيختار اللصوص؟ طيب يا عيال توقع يعني إذا أنا اللص يعني بس لا كل واحد في زنزانة ثانية فما حد يعرف هل الثاني بينكبه أو لا، لكن إذا حنا متوافقين كلنا نلتزم الصمت وننسجن سنة واحدة نعمة، ولا أنه هو ينكبني بعدين يطلع وأنا قاعد 10 سنوات، أو العكس أنا أنكبه هو يقعد 10 سنوات، أو أن كلنا نتكلم بعدين كل واحد ينسجن 5 سنوات، أنا أقول كلنا نسكت ونقعد سنة واحدة الله قاعد في السجن وسوي بوش أب عضل شوية. هذا صراحة هذا قراري صراحة أننا كلنا نلتزم الصمت، بس السؤال هل اللي معاي راح يتفق معاي إنه بسكت خاف إنه ينكبني، فهمتوا كيف؟ فأنا أقول صراحة أننا كلنا نلتزم الصمت وبس. حقيقة الأمر الاختيار واضح جدا أيوة. فإذا اختار اللصوص أن يلزمان الصمت أيوة. فسيحصل كل منهما على عقوبة سنة واحدة في السجن طيب. أما الاختيارات الأخرى فسيحكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات. يعني صح علي. انظر جيدا إلى هذه الصورة التي أمامك حلو. ثم أجب ما هو الشيء المختبئ في هذه الصورة؟ قطة، فأر، بومة، لا شيء. يمكنك في هذا اللغز إيقاف الفيديو لفترة قصيرة حتى تنظر بتركيز في الصورة. واو طيب يقول وقف شوية وقف شوية، والله صعبة يا أخوان شباب والله مرة صعبة، حاولوا تدورون فأر ولا بومة ولا قطة ولا لا شيء، المشكلة انها فيها زي عزل شوية فما تدري، انا برميها اي واحدة، ايش رايكم اقول ما ادري فار فار شو اسوي ما عندي شيء. فقط الاشخاص الاكثر انتباها هم من سيلاحظون وجود بومة تم اخفاؤها في الصورة بكل مهارة وبراعة. والله ما انتبهت صراحة. السادس يوجد على احدى الجزيرتين أيوة. طفل وشجرته تفاح، ويوجد على الجزيرة الأخرى جدة أيوة. وبين الجزيرتين يوجد جسر طيب. يحتاج الطفل لجلب تفاحتين للجدة طيب. لكن الجسر لن يتحمل إلا عبور الطفل ومعه تفاحة واحدة فقط. مش الجسر خايس. يمكن للطفل عبور الجسر مرة واحدة فقط، ولا يمكنه السباحة في الماء أو التحليق في الجو أو اختراق النفق. السؤال هنا أيوة. كيف سيتمكن الطفل من عبور الجسر مرة واحدة فقط ومعه التفاحتين؟ طيب طبعا لا احد يقول ليش توقف، ترى هو قراي المقطع قال وقف عادي، انا ودي افكر في نفس الوقت اسولف معاكم. طيب اول شيء جاء في بالي ايش؟ طبعا ناهيكم عن سالفه انه ما يقدر يشيل تفاحتين لانه راح يطيح عليه الجسر، وش الجسر الخايس يستحمل بني ادمي لكن
التفاح ما يستحملها. فخلني أقول إنه ياخذ تفاحة واحدة يرميها على الجدة يفلق رأسها، لا ما يفلق رأسها بس تستأخذ التفاحة يعني تستلم التفاحة بعدين يمشي هو بالتفاحة الثانية. هذا اللي جاء في بالي، ما أتوقع عندي أي شيء ثاني صراحة. أو مثلا يرميها فوق ويركض ركض ركض مع تفاحة واحدة ثم يوصل هناك ويمسك الثانية، ما أدري هي فيها علاقة بالرمي إنه يرميها. للإجابة الصحيحة فبالتأكيد سوف تشعر بالدهشة من مدى بساطة هذا اللغز. أيوة. فالطفل بحاجة إلى عبور الجسر وهو يتلاعب بالتفاحتين، وبهذه الطريقة ستكون واحدة منهما دائما في الهواء. اللغز السابع، وش الكذب؟ سيعرض أمامك الآن ثلاث صور. أوه شارلوك، كل واحدة منهم خطأ ما، بعض التفاصيل لا تتطابق مع المنطق. أوكي. مهمتك هي العثور على هذه التفاصيل. أوه شو اسمه؟ الصورة نسيه. الأولى، السؤال ما هو الخطأ في هذه الصورة؟ مو أحسب أفلام كنت متحمس. طيب إيش الخطأ في هذه الصورة؟ إيش الخطأ في هذه الصورة؟ إيش الخطأ في هذه الصورة؟ الخطأ في هذه الصورة، خطأ في هذه الصورة، يبغى لها تفكير ذي مرة، صعب إن الواحد يطلع خطأ في الصورة. ما أدري أركز في الملابس ولا في الساعة ولا في إيش بالضبط؟ يمكن الساعة الظهر الحين تقريبا، كان ساعة واحدة ونص أتوقع، واحدة وخمسة وعشرين دقيقة يعني عادي النهار ما هو بليل. هذا واحد. ثانيا مغمض عيونها يمكن، لا عادي، طيب عادي طبيعي. بريق، كل الأكواب مقلوبة. أخي لحسة المقطع، والله لحسة الغاز، صعبة صعبة صراحة. هذه الصورة طرف إبريق الشاي غريب إلى حد ما، فهو منخفض طيب. جدا، ولذلك ما يوجد داخل إبريق الشاي سيتدفق بسرعة كبيرة جدا. الصورة الثانية، ما الشيء الخطأ في هذه الصورة؟ يلا راحت علينا، خلينا نشوف الصورة الثانية. طيب أتوقع أن المفتاح ما هو راكب مع القفل نفسه، أتوقع أنه مو بله يعني. أما في هذه الصورة فالثقب الموجود في القفل أيوة. لا يتوافق صح. تماما مع المفتاح بالضبط. فلكي نفتح القفل بهذا صح المفتاح يعني كويس. هذا أمر مستحيل. حلو اللي بعده. الصورة الثالثة، ما أيوة. الشيء الخطأ في هذه الصورة؟ طيب شيء غلط، خلنا نسكر لأن هنا في أشياء في تفاصيل كثيرة. أما المفتاح قبل شوي عادي يعني حليته في 15 ثانية. طيب الشيء الغلط في الصورة، أشوف انعكاس المراية ماشي صح حلو. منشفة، سجادة، لا تستغربون فجأة يقول السجادة لونها أخضر وهذا لا ينفع شلون. طيب خلنا نفكر شوية. لا لا ما أدري إلا لا ما دخل. تقول إن البانيو هذا مفروض هذا ما يكون ذي الجهة، يكون الجهة الثانية، لكن طلع غلط. هذا مفروض ما يكون اثنين يكون واحد. قاعد أكيس صراحة، بحاول نجيبها صدف بس ماني عارف، ما أدري، ما في ستارة. صح. فيجب أن يكون تحتها أنبوبا تتدفق المياه على طوله، لكن لا يوجد أنبوب في هذه الصورة. اللغز الثامن، هذه أعرفها، أعرف أمامك ستة أكواب، يوجد في ثلاثة منها ماء والثلاثة أكواب الأخرى فارغة. حلو. أنت بحاجة إلى القيام بشيء واحد فقط لتجعل الأكواب متناوبة، أي كوبا ممتلئ وكوبا فارغ وهكذا. أيوة. السؤال هنا، ما هو الشيء الذي ستفعله؟ حلو انا عارفها، يمدينا حلها في ثانيتين بس ابى اوضح لكم السالفه. طيب السؤال هو عباره عن ايش؟ عندك ثلاث اكواب مليانه وعندك ثلاث اكواب فارغه، يبغاك تسوي حركه واحده بس، حركه واحده، ما عندك تسوي اكثر من حركه، حركه واحده بس تخلي التسلسل عباره عن كوب مليان كوب فاضي، كوب مليان كوب فاضي، كوب مليان كوب فاضي. وش بتسوي؟ الاجابه هي الشيء، خليني بعطيكم 15 ثانيه بعدين بجاوب في اخر شيء، حاولوا. طيب انتهى الاختبار، سلم ورقتك انت وياه. طيب الحل كالتالي، تاخذ الكوب اللي في النص تشيله كذا تكبه في هذا، اوكي بالضبط، تشيل هذا تكبه في هذا وترجع مكانه، بس هذه حركه واحده، هذه حركه واحده، مو بانك تشيل كاسين وتحط كاسات، لا تشيل كاس واحد تكبه في مكان ثاني وترجع، بس هذا بالضبط، هذا تشيله تكبه هنا وترجع مكانه وكذا يكون مليان فاضي مليان فاضي. ما عليك فعله هو ان تاخذ الكوب الثاني الممتلئ وتفرغ ما به في الكوب الثاني الفارغ، وبهذه الطريقة تصبح الأكواب متناوبة، أي كوباً ممتلئ وكوباً فارغ. يب بالضبط. اللغز العاشر، يوجد أمامك خطان، انظر إليهما جيداً. طيب السؤال هنا، أيهما أطول، الخط الأول أم الخط الثاني؟ متساويان متساويان، ما يبي له تفكير ولا؟ هنشوف لا شكل عيسار أطول، أو أنه متساويان، لا متساويان متساويان، أنا أقول متساويان متساويان. على يقين بأن بعضا منكم اعتقد أن الخط الأطول هو الأول، والبعض الآخر اعتقد أن الخط الثاني هو الأطول، لكن الإجابة الصحيحة هي
أن كلاهما متساويان. حلو حلو. هذا اللغز يعتمد على الوهم البصري. طيب أتوقع أنا راح أختم مقطع هنا. الله يعطيكم العافية. صراحة كانت الغاز حلوة مرة مرة مرة. بس في بعضها ما خشت مزاجي وما توقعتها الصراحة. خصوصا اللي يركز على الصورة حاولك تجيبها. ما فكرت فيها أبدا. عموما أتوقع أنا راح أختم مقطع هنا. يعطيكم العافية مشاهد. إن شاء الله لكم استمتعتوا المقطع. إذا عجبكم لا تنسون تضغطون زر لايك، تشتركون في القناة إذا أنتم مشتركين. وبس كان معكم أخوكم ريان. أوسم زدنا لكم خير إن شاء الله. مع السلامة.